مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء على بركه الله وتوفيق انطلاقه الشوط الثاني عشر بتعداد اشواط الفتره المسائيه وايضا بانطلاقه وتواصل اخر اشواط اجذاع القعدان بمسيره ومسافه 6 كيلومترات. انطلقت الاسماء الباحثه عن الفوز الباحثه عن التتويج بانطلاقتها المميزه من مسافه 6 كيلومترات كما اسلفت، مسافة سن الإجذاع وسن الإمتاع. تواصل مع وصف الأسماء الخمسة ومع أيضا كشف أوراق دائرة الخماسية التي انطلقت أول المراكز والمنطلقين. تقدم جياش على المركز الأول، تعود ملكية جياش سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني والمضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران. ثاني المراكز من انتقل بدوره وانطلق الى اول المراكز، يتقدم مشوش، تعود ملكيه مشوش لهجن الشحانيه مع المضمر سالم بن فاران المري لياتي على المركز الثاني. جياش على ثاني المراكز، تعود الملكيه لسعاده الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني والمضمر حسين بن محمد بن سفران المري. والمركز الثالث التقدم من قبل ثالث المراكز الراوي، وصل الراوي على المركز الثالث، تعود ملكية الهيج الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيدي والمركز الرابع. وتابع تقدم من قبل البدع، البدع يصل مع المركز الرابع بهذه اللحظات عبر نقل حي مباشر من قناة البدع الناقلة لأحداث ووقائع هذا السباق المحلي التاسع. تعود ملكية البدع لهيج الشحانية والمضمر حمد بن علي بن حلبان المري من قدم لنا البدع بهذه اللحظات كما قدم لنا الأسماء المميزة في يوم الأمس الفترة المسائية مع سن الحقائق. تواصل مع المركز الخامس لأرى على خامس المراكز بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة العارض، تعود ملكية سعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني وحمد بن لزيوح المري من يقود بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود بحضراتكم إلى مشوش. مشوش يتواجد على الصدارة وعلى المقدمة يحمل شعار هيج الشحانية، يقدم المضمر سالم بن فاران المري مقدما لنا أيضا انطلاقة وتقدم مشوش الذي أيضا يتواصل مع الصدارة ومع القيادة. المركز الثاني التواجد من قبل جياش، ولكن تغيرت أمور ثاني المراكز من قبل الراوي. بدأ يروي لنا الراوي رواية جميلة لانطلاقة هذا الشوط مع المركز الثاني ليحظى بأيضا امتياز وعلامة امتياز مع انطلاقته في هذا الشوط، وليحظى بأن يكون بطل هذا الشوط والمتوج بهذه المسيرة. الراوي تعود ملكية الهيج الشحانية، المضمر سلطان بن محمد الوهيدي المركز الثالث. أرى تقدم جياش، تعود ملكية سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني والمضمر حسين بن محمد بن سفران والمركز الرابع. التواجد من البدع لهجن الشحانية الماركة والمضمر حمد بن علي بن حلفان. خامس المراكز أرى تقدم وتواجد المركز الخامس من قبل الشقب على المركز الخامس، تعود الملكية لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم الثاني والمضمر فهد بن سالم بن مسعود المري مقدما لنا هذا المسمى الجميل كمشاركة جميلة مع انتصاف مسافة هذا الشوط. بدأت تنتصف المسافة لمسيرة وقصة ورواية هذا الشوط، ولكن الصدارة مع مشوش. مشوش بدأ يشوش على المراكز بانطلاقته الأولى وبتواصله مع الصدارة وبانطلاقته مع القيادة. هجن الشحانية هي من تمتلك مشوش، والمضمر سالم بن فاران المري هو من يقدم بعملية التضمير. المركز الثاني التواجد والتقدم من قبل الراوي، الراوي على المركز الثاني، تعود الملكية لهيج الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي ليأتي على المركز الثالث. الشقب على المركز الثالث، تعود الملكية
لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم الثاني والمضمر فهد بن سالم بن مسعود المري ورابع المراكز. أتابع تقدم المركز الرابع بهذه اللحظات من بدأ يتسلل وينطلق على المركز الرابع بتواصل حرب، أو من بدأ يتقدم بهذه اللحظات السعدي. السعدي وصل على المركز الثالث، يصل السعدي أبعدي ويحمل شعار هج الشحانية ويرافقه المضمر سلطان بن محمد ألوهي بالمركز الخامس. من الجانب الأيمن يتواجد العارض، العارض يتقدم مع خامس المراكز ومع ختام الدان الثاني، يحمل شعار سعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني ويقدم المضمر حمد بن لزيوح المري مع المرتبة الخامسة، تسلل بدوره إلى المركز الرابع. هذا هو النداء للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن ما زلنا نترقب أسماء ما بعد سللت على المراكز الأولى، ما بعد دخلت في الأسماء المتقدمة، ننتظر ونرتقب لحظة تقدمها مع الأسماء المتقدمة مع الخماسية الماسية. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى القيادة لنرى مقدمة هذا الشوط ولنرى انطلاقة مشوش من يتواجد على الصدارة. مشوش ما زال قائدا لمجريات هذا الشوط من أول كيلو ينقضي وهو متحمل المسؤولية ومنطلق بانطلاقة جميلة وانفرادة مميزة مع أول المراكز. تعود الملكية لهجن الشحانية يقودها بالتضمير سالم بن فاران المري. الذهبي من يتواصل بانطلاقة مشوش، مشوش ما زال هو القائد لمجريات هذا الشوط. المركز الثاني التواجد من قبل السعدي هجن الشحانية المالكة والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي من يقوده بعملية التضمير. المركز الثالث أرى تقدم ووصول شعار هجن الشحانية برفقة سالم بن فاران المري مع تقدم الراوي، أو مع هنالك انطلاقة وقدوم حرب من أعلن الحرب بانطلاقته مع ثالث المراكز. المركز الرابع أرى تقدم الشقب مع المركز الرابع، يحمل شعار سعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم الثاني ويقدم فهد بن سالم بن مسعود المري وخامس المراكز. التواجد من الراوي هجن الشحانية هي من تمتلك الراوي والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، وأعود مع مجريات الكيلو متر الأخير الكيلو المتبقي عن الناموس. انطلق مع الصدارة مشوش، الله يا مشوش، مشوش مع القيادة، مشوش للناموس وللمركز الأول مع انطلاقة وقيادة مجريات هذا الشوط. تعود ملكية مشوش لهجن الشحانية يقود بالتضمير الذهبي، الذهبي سالم بن فاران المري. بو جابر يتابع انطلاقة مشوش مع الصدارة. المركز الثاني تواجد سعدي، تعود الملكية لهج الشحانية ولمضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن غادم حرب مع المركز الثالث بهذه اللحظات ليعلن الحرب بانطلاقته مع تواجد على ثالث المراكز. الله، بدأت الأمور تشتد صعوبة بهذه اللحظات مع تقدم مشوش ومع قدوم حرب ومع منافسة وتقدم السعدي، ثلاثية على الصدارة، ولكن مشوش بانفرادة على المقدمة يحظى بناموس هذا الشوط من أول كيلو ينقضي من عمر هذا الشوط وهو متحمل المسؤولية ومنطلقا مع الصدارة. نهني هج الشحانية والتهنية للمضمر سالم بن فاران المري. ثاني المراكز كان الوصول من قبل حرب لهج الشحانية، المركز الثالث كان الوصول من قبل سعدي لهج الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع كان الوصول من قبل الشقب لسعادة الشيخ جاسم بن سلطان بن جاسم الثاني مع المضمر فهد بن سالم بن مسعود. المركز الخامس كان الوصول من قبل الشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر عبد الله بن طالب بن شفيع على المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، شاهدنا مشوش وانطلاقته من كان مشتاق للناموس، وايضا شوش على اسماء بانطلاقته على اول المراكز، كان انطلاقته ذاتيه بدون اي تعليمات. نذهب بحضراتكم الى لحظه قدوم شوش كما تشاهدوا العصابه الابطان، ولحظه قدوم الى خط النهايه معلن الفوز والناموس بتوقيت زمني وقدره.
تسع دقائق 42 ثانية 15 جزء من الثانية أو 13 جزء من الثانية الثانية انتبه كانت هجمة شحنية والثانية وصول مضمر طالب بن فراء المري وصل على المركز الثاني حرب 9 دقائق 43 ثانية 39 جزء من الثانية الثاني تبريكات لهجر الشحانية وكذلك هاني سالم بن فراء المري المركز الثالث كان الوصول من قبل السعدي توقيت الزمن 7 دقائق 43 ثانية 33 جزء من الثانية الثاني تبريكات لهجر الشحانية والثاني وصول مضمر طالب محمد الوهيبي.